عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال طلاب الأعزاء؟ مدارس قرطاج الدولية الصف الثامن، التربية المهنية، الوحدة الثانية عشر، وحدة الأشغال الصوفية، درس المشغولات الصوفية من صفحة 100 ل 100 لصفحة 110، المعلم عبيد الله. بداية يا ثامن، بدنا نحكي عن تعريف الصوف. الصوف هو غطاء، هو الغطاء الطبيعي لأجسام الأغنام وحيوانات أخرى، ويتكون من ألياف تنمو على جلودها وتحمي أجسامها من العوامل الخارجية وتحافظ على درجة حرارتها. هذا تعريف الصوف. عندنا تعريف الألياف، موجود عندنا هون في معلومة برضو حفظ، هي تلك الشعيرات الرفيعة التي تشكل إلى خيوط وأقمشة، ويمكن رؤية هذه الشعيرات عند محاولة سحب خيط من قطعة نسيج وفكه في الاتجاه المعاكس لبرم الخيط. مصادر الصوف، هون في عندنا مصادر الصوف. بدنا نحفظ الحيوانات اللي بناخذ منها الصوف. يؤخذ الصوف بجزء بجزئه عن جلود بعض الحيوانات مثل الضأن وحيوان اللاما وماعز الأنغورا وغيرها. عندنا هون خصائص الصوف يا تامن، بدنا نحفظ تقريبا 4 خصائص. والحصول على الصوف، بدنا نعرف كيف نحصل على الصوف حسب الخطوات. أول إشي عندنا الخطوة الأولى، جز أي حلق الصوف، والخطوة الثانية التصنيف، الخطوة الثالثة التنظيف، الرابعة التجليس، الخامسة التمشيط، والسادسة الغزل. هذول حفظ، والسابعة الصباغة. نحفظ منهم 4 يا ثامن، ماشي. خامسا الحياكة، تعريفها هي عملية وصل قطعة أقمشة ممزوجة مع بعضها بواسطة الخيوط يدويا أو آليا، وتستعمل في حياكة الصوف مجموعة من الأدوات. الأدوات برضو بدنا نحفظ منهم 4، هي مصنفين عنا. أنا هذا التمرين يا ثامن، إذا بتحبوا موجود عندكم بالكتاب، إذا بتحبوا طبقوه. إحنا بهلأ في وقت كتير يعني مناسب إنه نطبق هاي الأعمال والنشاطات الموجودة عندنا بكتبنا لمصلحتنا، إنه بناخد علامات إن شاء الله إذا داومنا، وبنشوف بعض إن شاء الله بالمدرسة، ومنه إحنا بنضيع وقتنا بإشي مفيد. وعندنا حل الأسئلة، واجب منزلي. بنشوفكم على خير.